المباراة القادمة لعبت كل قاعد تستنى فيها مباراة لنتسفيرس النجم الساحلي. سمعنا انه الكوميتي نتاع الاتوال قالت مرحبا بالهيئة المديرة ومرحبا بجماهير السي اس اس وكانت تعطينا جديد في الشهر. احنا باش تحاولوا احترام في هو اول حاجة نشكرهم اذا كان باش يستقبلوا الهيئة المديرة نتاعنا وكل شيء. بقينا احنا معاملة بالمثل باش نمشيو ثلاثة مسؤولين. نزو فريقنا ونمشيو بثلاثة مسؤولين بتاعنا باش نلعبوا على الانتصار. هذاك هو معناتها تطبيقنا يعني المبدأ المعاملة بالمثل. هما وقت اللي جاو لهنا خليناهم باش ندخلوا ثلاثة مسؤولين. هو ما يكثر خير ما استدعونا تو قال لك مازال اوفيسيالمون ما جانا حتى شيء. سالفي كان خاطر فما عديد التصريحات قالت شيء. لا اوفيسيالمون تو ما جانا الحقيقة. أما في صورة ما جانا معناتها نشكرهم و ممكن تكون خطوة باهية باش نبنيو علاقات نظيفة في المستقبل بين زوز فرق كبار نجم الساحلي والنادي الصفاقسي. بون إن شاء الله نقولوا نمشيو في خطوة باهية. أما احنا احتراما للمبدأ المعاملة بالمثل باش نمشيو راهو ثلاثة مسؤولين. بليك سي سي اس حتى لو كان هما اللي باش يوجهوا لهم الدعوة في بليك سي سي اس مش ماشي. أنا سمعت السي رضا شرف الدين قال باش نفرحوا بالمسؤولين بتاع هو في حد ذاته هذه حاجة باهية خاطر المرة اللي فاتت ما خلوناش ندخلوا سي نورمال معناتها نبداو واضحين الاحترام معناتها واجب إن شاء الله المرة هذه يحترمونا وإحنا باش نحترموهم باش نجيو ثلاثة مسؤولين إن شاء الله نكونوا عام الجاي نبداو علاقات جديدة ونحلوا الجماهير كسوة في سوسة ولا في صفاقس ونلعبوا دور كرة 90 دقيقة ولا ربع ساعة عليه.